السلام عليكم اخوات، كديري لاباس عليكم؟ مزيانين، اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، احوالكم طيبه ان شاء الله. مع فيديو جديد، مع نهار جديد. هذا الفيديو هذا غادي ندير لكم واحد المقدمه. غادي نهضر لكم على واحد شركه صراحه عندها برودويات واعرين 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 بزاف بزاف، يعني برودويات طبيعيين 100%، ما فيهم لا مواد يعني كيماويه لا حتى شي حاجه. وكاينين بزاف ديال البرودويات ان شاء الله غادي نشاركهم معكم في هذا الفيديو هذا، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. مهم، غادي ندير لكم التقديم ديال هذه الشركه. هذه الشركه الاسم ديالها ناماستي. صراحه شركه غزاله، واي حاجه كديرها بيوم 100%. وكاينين صابونات، كاينين كي قلت لكم في واحد اللايف قلت لكم راه كاين صابون البلدي. هذاك الصابون البلدي اللي كناخذو حنايا فيه كيكون غادي البني، هذاك راه ماشي صابون بلدي البنات، هذاك تيصنعوه بزيت محروقه، وزيت محروقه تتكون مسمومه. وهاد الصابون هذا اللي عند ناماستي صريحه صراحه صراحه صابون غزال، صابون واعر، مصنوع من زيت الزيتون ومصنوع من اوراق السدر والعسل. صراحه غزال، وانا مجرباه، يعني ما غاديش نقول لكم شي حاجه وانا ما مجرباهاش. المهم، هاد الشركه هادي عندها جميع البرودويات، جميع البرودويات. كاين شامبوانات ما فيهمش سون بارابين، ما فيهمش البارابين، وكاينين صابونات. غادي في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي تشوفوا معايا. صراحه شركه غزاله، ومن هنا لقدام غاد كل فيديو غادي ندير لكم وصفات اللي انا كنستعملهم وعطوني نتيجه واعره. اللي شافك تيقول لك شنو كديري لوجهك. مهم، راه هاد الشركه هادي صراحه غزاله، ماشي اي شركه نقدر انا نقول لكم. لما كانتش البنات، بغيت نقول لكم رجعوا للطبيعه. صراحه شي حاجه اللي كنديروها في الطبيعه شي حاجه غزاله بزاف، اللي شي حاجه طبيعيه مزيانه، واخا ما كتعطيكمش المفعول تمتم، كتبقاو تتبعوها يعني مره مره لا، وان شاء الله غادي تعطيكم نتيجه زوينه. اما شي حاجه اللي كديروها فيها كيماويه وكتعطيكم المفعول في نفس البلاصه، ما ديروهاش على وجهكم، ما ديروهاش على يديكم. صراحه رجعوا للطبيعه ديالكم، رجعوا للحوايج نديروهم طبيعيين، ماسكه طبيعيه. وغادي نشارك معكم الصابونات اللي غزالين وانا مجرباهم، والناس بزاف خداو وحده في الاول وفي الثاني جربوها. كانت واحد السيده كانوا فيها المسامات محلولين، وخدات من عندي صابونه الاولى، وخدات صابونه الاولى ديال حبوب اللقاح والنشا، خداتها من عندي البنات. صراحه صراحه وجات خدات من عندي كميه اللي هي كبيره، وسدات ليها المسامات ومخلاتش ليها، كانت ينوض فيها الحبوب وكتبقى تقشرو، وكتبقى ليها هكا بحال الحفيرات في الوجه ديالها، ومنين جربتها عجبتها. مهم، غادي يعجبكم هذا الفيديو هذا، وغادي تستافدوا منه بزاف بزاف. وانا مني شخصيا جربت صابونه ديال النيلة وعجبتني بزاف بزاف. وكاين صابون النيلة والمقشر ديالها، كدير المقشر وكتغسلي بالصابون وكيولي وجهك بالاره يا اختي بالاره. مهم، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، بقاو معايا حتى لاخر الفيديو ان شاء الله باش تشوفوا كاع الانواع الصابون. وغادي نقول لكم هذوك الصابونات مناش مصنوعين، واين زيوت اللي مخدومين بهم. يلا، نتمنى يعجبكم الفيديو، بقوا معايا. المهم، قلت لكم الاخوات غادي نقول لكم الانواع ديال هذا الصابون هذا. كاينين 7 ديال الصابونات، يعني انواع ديال الصابون كاينين 7. كاين صابون النيلة الزرقاء، انا كتبعهم هنايا في الورقة باش من يعني ما ننساش ولا شي حاجة. كاين صابون النيلة، صابونة النيلة الزرقاء، صابونة غزالة انا مجرباها مني شخصيا. كاين النيلة الزرقاء اللي كتكون يعني حقيقية، وكاينة اللي كتكون مزورة. هاد السيدة هادي وهاد مولات الشركة هادي كدير صابونه ديال النيله بالنيله الحقيقيه، ماشي المزوره. وكاينه صابونه النشا والنشا الذره، يعني كاين صابونه ديال النشا الذره، يعني المهم حبوب طحين ديال الذره واقيلا، المهم النشا الذره.
والصابون حبوب اللقاح، حبوب اللقاح الاكثريه ما كيعرفوش، الاكثريه ما كيعرفوش حبوب اللقاح. غادي نهضر لكم عليه في الفيديوهات القادمه ان شاء الله، وغادي صراحه غزال بزاف بزاف تهوكو في نمو الاطفال، وكيعطيهم يعني اللي ما كياكلش الطفل اللي ما كياكلش كيعطيه واحد النمو اللي هو زوين، وكيبقى ياكل الوليد ملي تياكل هاد الحبوب اللقاح. وكاين صابونه ديال الكاكاو، صابونه الكاكاو للبنات اللي ما اللي عندهمش يعني كتكون البشره ديالهم شاحبه وما كتكونش يعني فيها الضوء، هذه صابونه غزاله بزاف. وكاين صابونه النشا الذره وحبوب اللقاح، كاين النشا الذره وحبوب اللقاح بحال مخلطين يعني هاد الصابونه. وكاين صابونه ديال الطين الابيض تاهي غزاله بزاف. وهاد الزيوت هادي زيوت المستعمله مع الصابون، يعني هاد الزيوت المستعمله مع الصابون كاينه زيت الكوك وكاينه زيت الزيتون وكاينه زيت الخروع وكاينه زيت الكاريتي، هادو هما اللي مصنوعين بهم هاد الصابونات هادي. والصابون بدون عطور ولا ملونات، ما فيهم لا عطور لا ملونات. وهاد الفيديو هذا كنشجعوا الى يعني كنشجعوا البنات وكاع البنات يرجعوا للطبيعه، يرجعوا للطبيعه باش ما يكون فيهم حتى شي حاجه ان شاء الله، ما يوقع لهم حتى شي حاجه للوجه ديالهم. ومهم هادشي اللي كانوا، بقاو مع الفيديو حتى الاخير.